أجمل تحية لجميع متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أعزائي، أقدم التوقعات الفلكية لموالد الأبراج بدءا من يوم السبت، يوم غد المصادف للخامس من شهر سبتمبر، إلى الجمعة 11 من نفس الشهر. خليني أول شيء أستعرض الخارطة الفلكية، وراح نتحدث إن شاء الله اليوم بتفاصيل أكثر مقارنة بالأيام أو الأسابيع الماضية. الخارطة الفلكية وتواجد الكواكب في المجامع النجمية. كوكب المريخ في مجموعة الحمل النارية بالعشرية الثالثة، وراح يتراجع في نهاية الأسبوع. ولهذا مواد برج الحمل خلي يحضرون فلوسهم، لأنه راح تبدي المصاريف تدريجيا مع نهاية الأسبوع. مواد برج الثور أو كوكب أوراناس عفوا يتراجع أيضا في نهاية العشرية الأولى من مجموعة الثور الترابية. نبتون متراجعا في نهاية العشرية الثانية من مجموعة الحوت المائية. في مجموعة الجدي الترابية نجد ثلاث كواكب متراجعة: بلوتو، جوبيتر، وساتورن زحل، والاقتران الأكبر ما بين بلوتو وساتورن في العشرية الثالثة. طبعا جوبيتر متراجع في العشرية الثانية. عطارد سيكون في العشرية الأولى من مجموعة الميزان الهوائية، وأشعة الشمس في العشرية الثانية من مجموعة العذراء الترابية. فينوس سيكون في العشرية الأولى من مجموعة الأسد النارية. خلينا نشوف الأحداث المهمة أو الفلكية اللي ستحدث في من بداية هذا الأسبوع. عندنا أول شيء هو انتقال كوكب عطارد ليلة الجمعة، يعني هذه الليلة، إلى مجموعة الميزان الهوائية. وبهاي الحالة راح يمر مواليد برج العذراء بفترة خلو مسار تستمر حتى 13:10 من فجر الأحد. طبعا أكثر المتأثرين من مواليد برج العذراء هم اللي مولودين في العشرية الثالثة، يعني تحديدا ما بين 11:9 إلى 22:9. هؤلاء راح يتأثرون أكثر من مواليد العذراء بالأوقات الأخرى. أيضا دخول كوكب فينوس الزهرة إلى مجموعة الأسد النارية فجر السبت، مما يدخل مجموعة أو مواليد برج السرطان بفترة خلو مسار تستمر إلى 10:13 من صباح الأحد. المواليد برج السرطان المتأثرين أكثر بفترة خلو المسار هم مواليد العشرية الثالثة المولودين بالفترة من 21:06 إلى 21:07. أيضا راح نشهد في نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الخميس تراجع المريخ في مجموعة الحمل النارية، ولهذا راح نشوف أكثر المتأثرين هم مواليد العشرية الثالثة من مواليد برج الحمل. مثل ما ذكرنا مواليد العشريات الأخرى أيضا يتأثرون لكن بدرجة أقل. لاحظوا أعزائي تحوليا أساسية راح تكون خلال هذا الأسبوع، هو عطارد من برج ترابي العذراء إلى برج هوائي اللي هو الميزان، وأيضا تحول كوكب فينوس الزهرة أو انتقالته من برج مائي اللي هو السرطان إلى برج ناري اللي هو الأسد. يعني راح يكون عندنا انخفاض لمواليد برجي العذراء والسرطان، يعني برج ترابي وبرج مائي. فعليه الأبراج الترابية والمائية بشكل عام نقدر نقول راح تعاني من نوع من الانخفاضات، في حين أن الأبراج النارية والهوائية راح ترتفع تدريجيا. لكن للملاحظة، وهذا حسب ما شفته من خلال الدراسة الكاملة للخارطة الفلكية، أنه راح يكون هناك مناصفة، يعني عندنا 6 أبراج مرتفعة و6 أبراج منخفضة، وعندنا أيضا بعض الأبراج الترابية اللي راح تكون مرتفعة مثل الثور مثلا، لأنه راح يدعمه وجود القمر بخلال فترة منتصف الأسبوع. طيب خلينا نشوف الأبراج اللي راح ترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع: الجوزاء، الأسد، الميزان، والقوس. هذه الأبراج اللي راح ترتفع مقارنة بالأسبوع الحالي،
والأبراج اللي راح تنخفض بالأسبوع القادم مقارنة بهذا الأسبوع الحمل، الجدي والحوت. ممكن أحد الأشخاص يسأل ليش الحمل منخفض باعتباره هو برج ناري والأبراج النارية المفروض ترتفع. الحقيقة نهاية الأسبوع وقلنا يوم الخميس راح يكون تراجع إلى المريخ في مجموعة الحمل النارية، وبالتالي ظاهرة التراجع ظاهرة ذات تأثير قوي على مواليد أبناء البرج، ولهذا راح يتأثرون مواليد العشرية الأخيرة، فبالتالي هو راح يكون منخفض أكثر من كونه يعني تخدمه الارتفاعات الناتجة من دخول عطارد إلى الميزان أو فينوس إلى الأسد. طيب الصدارة، أو خلينا نشوف القمر، حركة القمر يوم السبت. حركة القمر في برج الحمل النارية، يعني اليوم اللي هو الجمعة القمر في الحمل، ويوم غد السبت أيضا القمر راح يكون في الحمل. أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ينتقل القمر إلى مجموعة الثور الترابية. الأربعاء والخميس القمر راح يكون موجود في مجموعة الجوزاء الهوائية، والجمعة القمر ينتقل إلى مجموعة السرطان المائية. من خلال تحليلنا الكامل لانتقالة أو حركة القمر راح نشوف أفضل برج ضمن حركة أو انتقالة القمر يكون برج الثور، لأنه راح القمر يكون موجود في الثور ثم ينتقل إلى المنزل الثاني الجوزاء ثم ينتقل المنزل الثالث السرطان، وهذه منازل كلها نقدر نقول يعني من سبعة أيام بالأسبوع عندنا ستة أيام هي كلها راح تكون الثور، فبالتالي الثور هو من الأبراج الصاعدة بالأسبوع القادم. نتوقع زلزال قوي أو موت شخصية مهمة. خلينا ندخل بالأبراج اعتمادا على بداية الأسبوع ونهايته وتحليل أكثر إلى موالد الأبراج المرتفعة والمنخفضة. الصدارة راح تكون إلى موالد برج الأسد مع ارتفاع إلى كل من الجوزاء الميزان والقوس، وانخفاض إلى أبراج الجدي الحوت والعقرب. في بداية الأسبوع تنخفض مؤشرات كل من برجي السرطان والعذراء، وفي وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات الثور، في نهاية الأسبوع تنخفض مؤشرات الحمل وترتفع مؤشرات الدلو. الحمل قلق كثير الانزعاج والتوتر، له نجمتين. الثور يحقق مكسب مالي له 5 نجوم. الجوزاء في شباك الغرام له 4 نجوم. السرطان مبعثر الأفكار وله نجمة واحدة. الأسد قمة في النشاط والحيوية وله 5 نجوم. العذراء تزداد مصاريفه وله نجمة واحدة. الميزان لديه لقاء مميز وله 4 نجوم. العقرب عليه الحذر من السفر والتنقل وله 2. القوس يستنشق الصعداء وله 3 نجوم. الجدي يشعر بالكسل وله 2. الدلو يسعد بصحبة الأحبة وله 3 نجوم. الحوت يخفق مع الحبيب وله 2. الدجاجة يحقق انتصاره وله 5 نجوم. الفأر يسمع خبر سار وله 4 نجوم. النمر عليه الحذر من مخاطر الطريق وله 1. السنجاب يحقق مكسب قانوني وله 5 نجوم. البوم يواجه صدمة وله 1. وأخيرا مولود برج شجرة السلو الدرويدي خطوة إلى الأمام وله 3 نجوم. أفضل الأبراج راح يكون الدجاجة الأسد في العشرية الأولى والدجاجة الثور في العشرية الأولى، أما أسوأ الأبراج فالنمر العذراء في العشرية الثالثة. أرقام الحظ لأفضل شخصيتين في الأسبوع 6, 8, 9, 11, 19 و27. نستفيد من أرقام الحظ في أمور حياتية متعددة كتحديد موعد لسفر أو مقابلة مهمة في العمل والعاطفة، أو تحديد موعد لعملية جراحية أو عقد قران أو تاريخ لولادة قيصرية، أو الدخول في منافسة مالية كسحب بطاقة يا نصيب أو مضاربة بأسواق المال العالمية. ملك الأسبوع مولود السبت 5 سبتمبر. أعزائي لمعرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بإمكانكم الدخول على موقعي الإلكتروني paraskopa.de والمتواجد في صندوق المعلومات. أعزائي إن شاء الله في الأسبوع القادم راح يكون عندنا بث مباشر، وهذه المرة ضبطنا الصوت وكذلك الاتصالات حتى نجاوب على أسئلتكم من خلال التواصل المباشر.
تحياتي تقبل وفاق مودتي، وهذه أجمل روزة. تتضمن الخارطة الفلكية الأوقات والأيام والساعات المناسبة وغير المناسبة عاطفيا ومهنيا وصحيا ونفسيا، وأوقات السفر وحركة القمر في المجاميع النجمية، وتجنب الأوقات السيئة وفترات خلو المسار والتراجعات الفلكية. الأوقات المناسبة لمصالحة أو معاتبة حبيب أو إجراء عملية جراحية أو قيصرية أو القدوم على خطبة أو عقد قران أو التقديم على وظيفة أو المبادرة بمشروع عمل، إضافة إلى تحليل كامل بالنسب المئوية للبرج البابلي والصيني والهندي والدرويدي، والتوافق مع الأبراج الصديقة وغير الصديقة، مع النصائح والإرشادات. لمن يرغب بالحصول على الخارطة الفلكية الشخصية لعام 2020 مع الكشف الروحاني والحجر المناسب له أو لأي برج يختاره، بإمكانه مخاطبتنا على أرقام المركز الظاهرة ومن خارج العراق بإضافة 00964، وسيتم تزويده بطلبه بمدة قصيرة وبثمن مناسب كملف PDF عبر البريد الإلكتروني. الخارطة الفلكية بسعر ثابت لكل الجنسيات ولأي وقت من أوقات السنة، غير قابل للزيادة أو النقصان، وهناك خصم 10% لمن يطلب الخارطة الفلكية مع الكشف الروحاني والحجر المناسب، وخصم 15% للمتعاملين معنا سابقا ويطلب الثلاثة. يتضمن ذلك الطرد البريدي الاعتيادي لأي دولة في العالم. مركز سلمى لعلوم الفلك والعلاج في الباراسايكولوجي والطاقة، إيجاد حلول للمشاكل النفسية والروحية الحياتية المختلفة، إيجاد حلول للمشاكل الزوجية العالقة، توافق الشركاء قبل وبعد الزواج وكيفية اختيار الشريك، اختيار اسم المولود بالحظوظ الجيدة، العلاج بالطاقة والشاكرات والطب الصيني والبديل، جعل الحياة أكثر سعادة وصحية بالاستفادة من طاقة المكان and think شوي. أجمل وأندر الأحجار الكريمة والمتحجرات في العالم ذات الطاقة الروحية، قراءة الطالع والمستقبل وفق الخارطة الفلكية. للحجز والمعلومات زين العراق 0781-61-26-37، آسيا سيل 0772-100-12-0. أوقات العمل يومياً عدا الجمعة من الساعة 1 إلى 9 مساء، بغداد كرادة داخل شارع الحمام مقابل حمام حجي مهدي.